معالي وزير شؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى على هذا الاسترسال. أن الزوايا حرة، زاوية لها من الوجود 9 قرون لا يمكن لوزير أن يأمره ولا يمكن لمسؤول أن يملي عليه. الزوايا حرة في أن تستقبل من شاءت. الذي يريد أن يسيس موضوع استضافة السيد الوزير السابق في زوايا الجزائر هو شخص لا يعرف حقيقة الزوايا ولا طبيعتها. الزاوية مفتوحة للجميع ويرتادها الجميع، يرتادها من يعطي ويرتادها من يأخذ، يرتادها من يوجه ويرتادها من يحتاج إلى التوجيه، يرتادها من يعلم ويرتادها من يتعلم.